أهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع. قطاع المعاهد الأزهرية منذ قليل حدد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية للدور الأول، تنطلق يوم 19 يونيو المقبل وتنتهي في يوم 1 أغسطس، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية يوم 4 سبتمبر وتنتهي يوم 13 سبتمبر. ويواصل حاليا قطاع المعاهد الأزهرية ترقيم استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تشير الأرقام الأولية لتخطي عدد المتقدمين 120 ألف طالب وطالبة من القسمين الأدبي والعلمي. ولن يقيم الأزهر أي امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية، نظرا لأن الامتحانات ستقام بنفس الإجراءات اللي أقيمت بها العام الماضي دون تغيير، وسيطبق نظام البوكلت كما تم تطبيقه من قبل. وللعام الثاني على التوالي هيتم تصحيح كل مادة على حدة فور انتهاء الامتحان، ولن يتم الانتظار حتى نهاية الامتحانات في جميع المواد كما كان متبعا في السنوات السابقة. هيتم كمان مضاعفة أعداد مراكز التصحيح بما يضمن عدم التزاحم، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد. الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أعلن كمان قواعد وضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني اللي حينتهي بالعام الدراسي الحالي 2020-2021، وده في ضوء المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا واللي أعلنتها الوزارات والهيئات المختصة ذات الصلة. نص قرار وكيل الأزهر أنه حيتم الاكتفاء بالتقييم المتبع مع طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بالمعاهد النموذجية والخاصة، على أن يكون هذا هو التقييم الخاص بنهاية العام الدراسي 2020-2021. بالنسبة لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني ثانوي والشهادتين الابتدائية والإعدادية، فقد نص القرار على أن يمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في شهري مارس وإبريل تقييما للفصل الدراسي الثاني. مش بس كده، قرار وكيل الأزهر كمان تناول عدد من الضوابط المتعلقة بصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادتين الابتدائية والإعدادية، واللي من أبرزها ما يلي: يحق للطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين في مادة أو أكثر دخول الدور الثاني في مواد الرسوب. يعد الطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول وحضر اختبارات شهري مارس وإبريل وحصل على متوسط درجات يعادل 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة. الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول وتخلف عن أحد اختبارات شهري مارس وإبريل تمثل الدرجة الحاصل عليها في الامتحانات الشهري الذي حضره درجة الفصل الدراسي الثاني، ويعد ناجحا شريطة حصوله على 50% من مجموع الفصلين. في حالة تخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الأول اللي هو الفصل الدراسي الأول والثاني والدور الثاني بعد، يعد متخلفا عاما راسبا ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية، ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية. القرارات كمان تضمنت انعقاد امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لجميع المراحل نهاية جدول اختبار شهر إبريل الحالي، على أن تقام امتحانات مادة التربية الفنية في المنزل وتسليم ورقة الإجابة للمعهد. حيتم عقد امتحانات مادتي المستوى الرفيع والحاسب الآلي يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 بمعرفة المعاهد وتحت إشراف المناطق الأزهرية. نص قرار وكيل الأزهر على تنظيم الامتحانات التي تعقد بلجان نظام الدورين في نهاية العام، على أن تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات يوم السبت 22 مايو 2021 وتنتهي يوم الاثنين 31 مايو 2021. تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات الثانوية العلوم الإسلامية إعدادية وثانوية البعوث يوم السبت 19 يونيو 2021 وتنتهي يوم الأحد 1 أغسطس 2021. أوضح القرار كمان أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي الإعدادي الثانوي هتكون يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الأربعاء
18 أغسطس 2021. أما امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات هتبدأ يوم السبت 21 أغسطس وتنتهي يوم الاثنين 30 أغسطس، وأخيرا هتنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات الثانوية العلوم الإسلامية إعدادية وثانوية البعوث يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021. وإلى هنا تكون قد انتهت تفاصيل هذه التغطية حول ما جاء في نص بيان قطاع المعاهد الأزهرية. شكرا لكم متابعينا وإلى اللقاء.